قراءة تاريخية وليست قراءة مذهبية ولا قراءة سياسية. طبعا لا نستبعد الأثر السياسي الكبير على كتابة التاريخ إخفاء وإمغارا، تحريفا ويعني وزيادة، وهذه يعني دخلت، والأثر السياسي لم يؤثر على التاريخ فقط، وإنما الأثر السياسي وصل إلى العقائد، والعقائد هي الناطق الرسمي باسم السياسة الظالمة، خاصة عهد بني أمية وبني العباس. العقائد يستتاب أن قتل وكل من له رأي يجب أن يقتل وهو ضال وهو مبتدع، هذا يعني ناطق رسمي تماما بأفضل مما تتمناها السلطة، كتب العقائد. ثم تأتي بعد ذلك كتب الحديث وكتب الفقه. كتب الفقه هي أخف المتأثرات بالسياسة، والسياسة لها تأثيراتها، هي التي شكلت المذاهب أصلا. يعني لم يتشكل المذاهب لأن عقول الناس، لأن عقل البصري هو غير عقل الكوفي، وعقل الكوفي غير عقل الشامي، وعقل الشامي غير عقل الحجازي، لا أبدا. السياسة لأنها كان لها الدور في هذا كله، وإلا كان يمكن الاتفاق على الأسس الكبرى وفتح باب الاجتهاد في الأمور الصغرى. أيضا يجب أن يتذكر السني خاصة، بما أني